السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. دلوقتي ده اسمه نيكست مايند. يعني ايه نيكست مايند؟ يعني احنا عارفين دلوقتي ان في نظارات اللي هي الفيرشوال رياليتي اللي بتلبسها كده وتتخيل نفسك جوه الحاجة وتقدر تتحكم من خلال الايد ديت. لا، دلوقتي بقى في حاجة افضل، ان انت مش هتحرك ايديك اصلا وتتحكم في الحاجة من خلال العقل بتاعك. يعني دي حاجة صغيرة كده بتتركب، جهاز صغير بتركب كده ورا الراس، واي حاجة انت بتعوزها بمجرد بس تفكر فيها تتعمل. يعني تفكر ان انت تضرب الرصاص كده خلاص اتضربت، تمام. دي حاجة مذهلة، والميزة انها اوبن سورس، يعني اي حد يقدر ان هو ينزلها ويشتغل عليها ويتفاعل معاها. ده مش خيال علمي، دي حاجة بقت تتباع حاليا. في شركات كتيرة بدأت تصنع فيها وبدأت الناس تستثمر الفلوس فيها، فياريت المبرمجين العرب يستثمروا فلوسهم أو يستثمروا جهودهم في تعلم حاجة زي كده. خلاص عمالين نقفز قفزات واسعة. دلوقتي الميتافيرس مش محتاج أي حاجة خالص، انت بتلبس النظارة وتتخيل أي حاجة تحصل قدامك وتتفاعل معاها. وبدل ما تدوس عايز تكتب كلمة عمر مثلا، بتتخيل انها بتتكتب، خلاص بتتكتب. الموضوع فعلا حاجة مرعبة. الحاجات دي الوسائل بتاعتها موجودة، اوفر فيو هوت، السنسور هوت، التوتوريال بتاعتها، وصنعت وبتتباع. وشرح لك ازاي ان انت تعملها وتصنعها وتضيفها لليونيتي، اوبن سورس مجاني. اهي ده جهاز صغير خالص زي ما انت شايف، مجرد بس ايه بتركبه مع النضارة خلاص، وتبدا بقى تدخل وتقول مثلا عايز ارسم مكعب، انا عايز ارسم بيت، انا عايز ارسم كذا. مجرد بس تفكر فيها، يعني حتى ما بتنطقش، مجرد ان انت تفكر في الحاجة تتعامل معاك على طول. تقدر ان انت تحملها وتشتغل بيها، يعني جاهزة ان انت تحملها عندك وتضيفها للانريل واليونيتي والحاجات دي كلها، تمام. انا على طول بحب ادخل على المواقع اللي هي الجيت هاب والهاجنج فيس، بدون اخر حاجه التكنولوجيا موجود فيها. فلقيت فيديوهات فعلا بقت موجوده، والاجهزه بقت موجوده ومنتشره، والسنسور اهو سنسور جهاز صغير خالص كده. تقدر ان انت تحمل النيكست مايند على الويندوز عندك او على الابل ماكنتوش، وتبدا ان انت تشتغل بيه عادي خالص. وبقى موجود في المنصات زي اليونيتي، تقدر ان انت تحمله من هناك. ده شكل الجهاز اهوت، ربنا يكرم بس واعرف احوش ثمنه ونجربه ان شاء الله. خش بقى فكر بس من غير ما تحرك ايديك. يعني انت بتحرك الماوس وتتحكم في كل حاجة من غير ما تحرك ايديك خالص. فما تنسوش نيكست مايند، دور عليها، شوف التكنولوجيا. ان شاء الله نتكلم عنه في الايام اللي جايه في قناه بيم اريبيا، فاعمل اشتراك في القناه.